علشان تبقي زينا؟ ايوه، في حاجات مهمه قوي. زي ايه؟ بنحلم طول اليوم، بالليل نلعب ونقوم نتمرجح على الاشجار ونخلي ليلنا نهار. شغل ولادي التاهيل ده الاصول، نتمرجح بالاحبال، نتبهدل عال العال، بقنا مفتوح في الاكل مليان بالطين والوحب وزياده في التمارين، ناكل تورته من الطين. شغل ولادي التاهيل ده الاصول، رامي الطوب ده ليه اصول، هتنط 3 مرات. هتحداكي تدخلي في الكهف، ده انا هدخل فيه بالليل وبات. ولو خفتي بالليل هندهكوا تشدوا الحيل. شغل الولاد التهين ده الاصول. دلوقتي أول ما تلاقي الكنز سفري بيه على طول. برافو عليك يا جين، لقيتيه. تعالوا يا أولاد، جين لقت الكنز في كهف الغرقانين. انتبه، اجمعوا. اعترافا بمهارتك الفائقه في اكتشاف الكنز المستخبي، يتم اعتبار جين ولد تايه، قصدي بنت تايهه. انا هبقى اول بنت تايهه؟ جرالك ايه؟ مش عايزه اللقب ده. بالعكس، ده يشرفني قوي يا بيتر بان. ايوه جين. دلوقتي بقينا اصحاب ومفيش ما بيننا كسوف، نعمل مقلب موزون والوش يكون مكشوف، ما يهمناش يا جين شدي وجمال الاتنين. شغل الولاد التايهين ده له، شغل البنات التايهين ده له، ده شغل الحلو.